السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف 3 مواقع بيفيدوني في عمل السي في وتوفير فرص العمل، والتلات مواقع معتمدين على الذكاء الاصطناعي، وده لا يغني طبعا ان انت تكون عامل حساب ليك على لينكد ان. اهتم بلينكد ان اكتر من الفيسبوك. لينكد ان هو اللي ممكن يجيب لك شغل، الفيسبوك ممكن يجيب لك ايه نكت، فركز على لينكد ان والموقع اللي احنا بنشاركها معاك دلوقتي، لان بيبقى فيها فرص عمل كويسة جدا. هتقول له جيت ستارت وتبدا تديله المعلومات، وهو يظبط لك السي في بتاعك بشكل احترافي، ويديك برضه شويه ملحوظات ازاي تحصل على فرص عمل كويسه، ودي بعض النماذج كده اللي سيفات كويسه. فهو هيساعدك في ان انت تعمل سي في محترم. ممكن تقول له AI ريسيوم بيلدر وتقول له انا عايز اعملها دلوقتي، تعمل سي في، اختار الشكل اللي انت عايزه، فبيقول لك اعمل بقى ابلود للسي في بتاعك، وهو يبدا ان هو ينظمه لك في الشكل الجديد، ويعملوا لك على افضل حاجه ممكن اللي هو الاتش ار او الراجل بتاع الهيومن ريسورس او المسؤول عن التوظيف يتقبله، ويبقى لك فرصه ان هو يتصل بيك ويقول لك حدد ميعاد نقعد معاك. ده نفس الفكره برضو، ذا باور اوف اي اي كارير هاب اي اي، بيقول لك بقى تعالى نكتشف مع بعض المسار الوظيفي بتاعك، في شوية نصايح للوظائف وهكذا. فهو بيساعدك كتير جدا في موضوع الوظائف، يساعدك في ان انت تعمل كفر ليتر رايتر، يساعدك في التحضير للانترفيو. فكل دي امكانيات بتاخدها من الذكاء الاصطناعي. برضو هنا بيعمل لك ابجريد للسكيلز بتاعتك، وبيديك بعض النصايح عشان تلاقي فرص عمل افضل. دي كتالوج للسكيلز اللي انت ممكن انت تحتاجها، ويديك بعض النصايح المفضله. ده من ضمن المواقع بتاعت الاي اي، يعني مجرد تقول له انا مثلا بشتغل في حاجه في الزراعه، فهو يبدا يجيب لك نصايح خاصه بالزراعه والكارير بتاعك وايه الحاجات اللي انت المفروض ان انت تتعلمها، ودي حاجه سهله جدا. زي طبعا لينكدين.